بالاحمر. إذن كان هذا رأي الخاص لحسن المريح المدرب المساعد للترجي في المحاصرة الفردية والترجي الرياضي. وجد أمامه أمس فريق كبير، فريق مولدية وهران، فريق يمتاز بالنضج التكتيكي والمهارات الفردية الكبيرة للاعبيه على غرار تصفوت، مزيان، خريف، تلمساني وبالعطوي، لاعبين مستواهم ممتاز ويحسنوا خلق اللعب بالمركز ويمكن أن يفرضوا طريقة لعبهم على منافسهم بكل سهولة. والمهارات الفردية لهذا الفريق اكتشفها الجمهور منذ الدقائق الأولى للمباراة. ونقاط ضعف قليلة وهي ارتكاب بعض لفوات دفاعية وافتقاد الفريق لقلب هجومي جسم الفرص المتاحة، الشيء اللي لاحظناه أمس واللي أكده لنا بعض الزملاء الجزائريين. الترجي الرياضي رغم استدامه بفريق كبير وطبعا كان المنتظر باش يكون أي منافس للترجي كذلك، ونحن في الدور نصف النهائي لكأس الأفريقيا للأندية البطلة، قلت الترجي رغم استدامه بفريق كبير ورغم عدم توفق لاعبي وسط ميدانه في القيام بمباراة في المستوى، فإنه خرج بأسبقية محترمة قبل مباراة الإياب، نتيجة كان يمكن أن تكون مغايرة تماما. واستغل الترجي قيمة المهارات الفردية متاعه وخاصة قوة التحضير النفساني للاعبيه والقليب متاعه. بعد مرور نص ساعة الأولى اللي تمكن خلالها زملاء بالعطوي من التحكم في نسق اللعب، بدأ الفريق الجزائري في ارتكاب الهفوات الدفاعية. وجاء الهدف اللي حرر الترجي وجمهوره في الدقيقة 41 عن طريق نور الدين بوسنين، ركنية من الحمروني وبوسنينة يباغت الحارس بن عبدالله. نور الدين بوسنينة حرر الترجي الرياضي بهدف كان عنده وزن من ذهب، هدف جاء في وقت حساس للغاية. ثلاث دقائق بعد رمي التماس من طارق ثابت واستماتة من هذا اللاعب وهدف ثاني من ماريتولي. والترجي يعود من بعيد ويثبت عزيمته الفولاذية وتمسك بأخذ أسبقية محترمة رغم قيمة المنافس. والنية الهجومية ونية تسجيل الأهداف من فريق مولدية وهران لاحظناها منذ انطلاق الشوط الثاني. وانفعال مدرب الترجي انفعال من نجمه نفهموه إلا ما نكونوا مكان مدرب الترجي وأحباؤه لما لهذه المباراة من قيمة. ثم نوصل هنا إلى إصابة طارق ثابت، الكرة كانت خارجة إلى التماس ورد فعل من لاعب معروف بالاندفاع والقليب وارتماع الكرة وإصابة أجبرته على مغادرة الميدان ووقع تعويضه بزميله بديس بالربح. رمي التماس اللي جات على أثرها العملية والنتيجة حصل على أثرها فريق مولدية وهران على ضربة جزاء بعد ما مسك حسين القابسي أحد المهاجمين، ضربة جزاء أخفق في تنفيذها بالعطوي وتصدى لها شكري الواعر لأنقذ مرماه البارح من أهداف محققة. هنا فرصة أخرى للفريق الجزائري وإمكانيات كبيرة من اللاعب قدة. سلسلة من المورا وغاط تمشي للقايد يحاول يوزع وهدف لا وضيع الفرصة. ثم باش يتحصل الترجي على ضربة جزاء بعد عرقلة سراج الدين الشيحي، هذه العرقلة أمامكم. وعلي بن ناجي يسجل الهدف الثالث وما مازال كان ربع ساعة لنهاية المباراة، وكان بإمكان الترجي تجميد اللعب وإنهاء المباراة بهذه النتيجة، لكن على أثر هفوة دفاعية تمكن اللاعب حده من تذليل الفارق. والهدف الأول هفوة دفاعية
هدف كان وقع سلبي على أحباء الترجي، لكن وقت اللي نعاود نشاهدوا معطيات المباراة نستنجوا أن الترجي حقق نتيجة إيجابية للغاية وانتصر بثلاثة بواحد رغم أنه ما كانش في نهاره. والترجي كما نعرفوه وهو اللي ما انهزم في حتى مقابلة خارج أرضه خلال مباريات كأس إفريقيا للأندية البطلة هذه، ما نتصوروش أنه سينهار فجأة في وهران، خاصة أنه ملاعبيته عودونا على قوتهم النفسانية وعودونا على تقديم مباريات بطولية. مباريات بطولية كما اللي قدموها في وري ضد إيوانيا نيوم، ولا شك أن مردود لاعبي الترجي سيكون مغاير تماما في مباراة الإياب. هنا ماليتولي كان بإمكانه إضافة هدف رابع.